يا اهلا وسهلا، نورتونا. كنا بنقول ايه بقى؟ والله يا باشمهندس يوسف، واضح كده ان انت شاب جميل ومرتب وافكارك منطقيه، فياريت بقى لما تخلص زحمه العملاء اللي معاك نقعد مع بعض ونحدد ميعاد عشان اشغلك معايا. والله يا انكل، انا فعلا موضوع الزحمه اللي عندي ده صعبه جدا وعندي ضغط رهيب. بص مواعيدي في الكالندر فاضيه، مفيش مواعيد فاضيه. ممكن نقعد بكره؟ بكره ايه؟ انت مش بتقول انك مشغول جدا؟ طب ايه رايك النهارده؟ النهارده ايه؟ النهارده انا هسهر على الشغل بتاعي بتاع العملاء القدام عشان بقى ايه اعرف اقعد مع حضرتك بكره براحتك. طب ايه رايك نتقابل يوم يلا يا جماعه، كل الضيوف تتفضل، البوفيه فتحه. طب معلش انا مضطر اقوم واستاذن عشان الضيوف واطمن على البوفيه. ما تتفضلوا معانا. اوكي اوكي انت كمان تعال. شيف حديني، عايز ايه يا اخي بقى؟ بقول لك ايه، الطبق الدلع وما كفاش اعمل ايه؟ ما يكفيش ايه وانت شايل مطبقيه في ايدك؟ ايوه افرض مش مكفيني يعني اعمل ايه؟ حطه يا سيدي على الترابيزه وتعالى خد غيره. بسيب الاكل على الترابيزه؟ سيدي ما تسيبه على الترابيزه. ده انا بسيب الحاجه في بيتنا برجع ما الاقيهاش. هنا مش في بيتكم، هنا امان. طب بقول لك ايه، كل هنا ما حدش بيسال حد على حاجه، كل براحتك. اسمع مني، كل كل ما تسيبش نفسك كده، كل. حاضر. اسمع مني. حاضر. ها مهندس، مهندس معكش كيس اسود بالحجم الكبير بتاع الزباله ده؟ عرفه ايه؟ ممكن ما تاخدش حاجه من البوفيه في الكيس وانا هجيب لك اللي انت عايزه لما نمشي. طب ناخد اللي هتجيبه واخد اللي هنا، في ايه المشكله يا باشمهندس؟ انا عرفت معلومه في منتهى الخطوره، الرز هنا اسمه بسمتي. عبي لي واحد بكتا مع اتنين في ثلاثة. في ايه؟ هيفضحنا الحيوان ده. ابو العريس اهو، تعالي تعالي يا انكل. حضرتك شكلك لسه ما اكلتش. يا سيدي انا مش مهم، المهم الضيوف. شايف الناس اللي بتفهم في الاصول؟ احنا بقى خدنا بالنا ان حضرتك ما اكلتش فعملنا لك طبق اهو. لا لا يا ساره سيبي. لا لا، ما هو ده طبق طنط، طبق حضرتك اهو. طب يا سيدي متشكر قوي، لكن ما قلتش هنقعد يوم ايه. شكري تعالى معايا عشان بيقولوا ام علي خلصت من البوفيه، وانا بقى مش مصدقاهم، متاكده كمان انهم بيكذبوا. طب هو حضرتك ما ينفعش تستني على موضوع ام علي شويه بس لحد ما اشوف موضوع امي انا؟ لا ما ينفعش دلوقتي حالا. معلش لازم استاذن، ام علي زعلها وحش قوي. يلا يا شكري اتفضل. يلا كده اتفضل بقى، اعملي طبق دلوقتي. طيب يلا يا جماعه، كل صديقات العروسه اللي عايزين يحصلوها يتفضلوا على شانل جيرو. بقول لك ايه، انا هقوم ادور على الراجل ده قبل ما الفرح يخلص. وانا هفضل هنا عشان ما اقابلش ام العريس الرخمه دي. طيب بقول لكم ايه، ما تيجي نقوم مع البنات نشقب بوكيه الورد. حاضر حاضر. ايه هو انت عارفه يعني ايه نشط اصلا؟ وبعدين لا طبعا، انا لا اعرف العروسه ولا اعرف صحابها، وبعدين انا ست متجوزه اصلا، اقوم ليه؟ هجموا على الجمبري والاستاكوزا وكل الحاجات اللي انا بحبها. يلا اتفضلوا بالهنا والشفا. الله، باشمهندس يوسف، ده انا بدور عليك من الصبح. موجود والله، ده انا منتشر في الفرح. كان معايا كام عميل كده بس انا ايه رفضتهم، قلت بقى عايز افضل حضرتك عشان الميعاد بتاع بكره. طيب ايه رايك نخلي الميعاد يوم الحد؟ الحد مشكله بس بسبب موضوع ضغط الشغل اللي انا قلت لك عليه ده، يوم الحد ده عندي ميعادين كل واحد من اللي هو 3 ساعات اللي بيطول ده. هحاول احشر لحضرتك ميعاد ما بينهم. يناسبك كام يوم الحد بقى؟ 5 4 3 خسارة، كان نفسي اخد بوكيه الورد ده. 2
اتفضلي. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت ما تخليش حاجة تفوتك.